بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وانتم طيبين بعيد ميلاد المسيح يسوع ربنا في مزود البقر في بيت لحم. وإنني أقدم لكم التهنئة باسم آباء الموقرين، أولاً نيافة الحبر الجليل لأنبي مكاري أسقف شبرا الجنوبية، قدس أبونا إبراهيم إبراهيم، أبونا مرقس ماهر، أبونا بغلي موريس، أبونا مينا فرج، أبونا موسى مكرم. وأيضاً لا يفوتني أن أذكر الذين تعبوا وسبقونا، ومن محبتنا ليهم عملنا نتيجة تتوزع لحضراتكم فيها الآباء اللي سبقونا. وبعد ما تخلص السنة هتلاقوا فيه كده خط من ورا تقطع الحتة التحتانية وتعلق الصورة علشان نتذكر آبائنا. مؤسس الكنيسة أبونا جرجس متى، أبونا تداوس جورجي، أبونا أنطونيوس فرج، أبونا ميخائيل وهبة، أبونا مينا فرج، أبونا تدرس بهنام. الله ينيح نفسهم وهم دلوقتي بيصلوا من أجلنا، زي ما هم كملوا رسالتهم إحنا كمان نكمل رسالتنا ونروح لهم، زي ما قال داود أنا ذاهب إليه أما هو فلن يرجع إلي. أريد أن أتكلم معكم في موضوع بعنوان أربع محطات، وأخذ آية من سفر المزامير إصحاح مزمور 132 آية 6 و7. المزمور ده بيتكلم بيقول اذكر يا رب داود وكل دعته، اذكر يا رب داود وكل ذله. ده في النص الاساسي. ايه اذكر يا رب داود وكل ذله؟ داود ده كان رعجنا وربنا وصله لكي يجلس على كرسي عرش اورشليم، وقعد يتذكر في اخر ايامه البركات اللي اديها له ربنا، ولقى احسن بركه ربنا اديها له، قال له خير لي انك اذللتني، خير لي انك اذللتني. وهنا بيقول اذكر يا رب داود وكل ذله. ايه الاربع محطات؟ المحطه الاولى بتقول سمعنا به في أفراتة، هوذا قد سمعنا به في أفراتة. المحطة الثانية وجدناه في حقول الوعر أو موضع الغاب. المحطة الثالثة لندخل إلى مساكنه. المحطة الرابعة نسجد عند موضع قدمين. إسرائيل أورشليم فيها أربع محطات. محطة شرق أورشليم بخمسة ميل يعني 7.5 كيلو اسمها أفراتة، بيت لحم، بيت لحم. المحطة الثانية تلة الجلجسة، موضع الغاب اللي هي حقول الوعر. المحطة الثالثة جبل المريّن، يقول لندخل إلى مساكنه. المحطة الرابعة جبل الزيتون، نسجد عند موضع قدمين. دول محطات الخلاص اللي مقدمهم ربنا للبشرية. نمسك المحطة الأولى اللي هي أفراتة. كلمة أفراتة يعني مثمرة، وأفراتة دي يمكن البعض ما يعرفش، بعد ما دخلوا اليهود أو دخلت إسرائيل الأسباط أرض المعاد،
فكان من حظ يهوذا اورشليم والتخوم بتاعتها. قعدوا زي ما كتب مسهين 4-5 سنين ما بنوش بيوت، كانوا ساكنين فين؟ في خيام. كانوا ساكنين في خيام، وهم ساكنين في الخيام علشان يخبزوا، عشان يولعوا نار، لان المن كان انقطع. اي شراره تيجي في الخيمه هتولعها. فجم بعد اورشليم شرقيها وعملوا منطقه اسمها منطقه الافران. كل عيله لها فرن، كل عيله لها فرن، كل عيله لها فرن. الستات لما يحبوا يخبزوا ياخدوا الدقيق ويطلعوا عند هذه المنطقة، منطقة ايه؟ الخبز. كلمة بيت لحم يعني ايه؟ بيت الخبز، بيت لحم، بيت الخبز. والعجيبة المؤرخين كتبوا ان بيت لحم يوجد في بير، اول مية معدنية تظهر في العالم كانت في بيت لحم. البير البير اللي ببيت لحم. والبير دي يمكن فاكرين لها قصة، داود من نشأ في بيت لحم، وكان بيشرب من البير دي. لما كانوا الفلسطينيين محوطين بالمنطقة، فوقف وتأوه وقال ايه؟ نفسي اشرب كوباية مية من بير بيت لحم. 3 من الابطال بتوعه شقوا الطريق ونزلوا ودخل وسط الاعداء وهم نايمين وملوا دورق مية وجابوه لداود. قل يا مولاي نزلنا وجبلانا مية من بير بيت لحم. عارفين داود عمل ايه؟ مسك المية وكبها. ليه داود كبتها؟ قال انا اشرب دم هؤلاء، ده دول جابولي كوباية المية بدمهم، يعني لو كانوا شافوهم كانوا قتلوهم، يعني أنا عرضتهم للموت، أنا أشرب دم هؤلاء. فكانت المية هناك، وكانت المنطقة منطقة البيت لحم اللي هي بيت الخبز، الناس كلهم يلبسوا. بعد ما بنوا البيوت ابتدوا يعملوا الأفران في بيوتهم. طيب ومنطقة الأفران اتحولت الى قرية، بس القرية سميت قرية ايه؟ بيت لحم. يا احبائي ده اللي حصل من اول. وبعدين بيت لحم دي قرية كانت صغيرة، قرية كانت صغيرة وليها نبوتين. بيت لحم ليها نبوتين. النبوة الاولى اما انت يا بيت لحم افراتة المثمرة وانت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج الذي يكون متسلطا على أورشليم، على إسرائيل، ومخارجه منذ القدم، منذ أيام الأزل. يا أحباء يبقى دي الصورة الأولى عن بيت لحم. النبوة الثانية عن بيت لحم، أرميا النبي قال صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء ومر، رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. وكأن هنا بنشوف بيت لحم، بنشوف بيت الخبز، المنظرين الجمال دول اللي بيقدمهم لينا. في حاجة تانية بيت لحم، أيوة، عند مدخل بيت لحم ماتت رحيل واندفنت في البوابة الداخلة لبيت لحم. طب في حاجة تانية في بيت لحم؟ في الناحية الشمالية، هي في الناحية الجنوبية رحيل اندفنت، في الناحية الشمالية كانوا الرعاة المتبدلين في خدمتهم، وظهر لهم الملاك وقال لهم قد ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب، وتجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزول. وجميلة جدا
مزود يعني على التبن، مزود يعني على التبن، والتبن ده بيستاهل ايه؟ الحرق. مش قال كده احنا المعمل، قال انه رفشه في يده ينقي بيدره ويجمع الحنطه الى مخازنه، والتبن يحرقه بنار. فهو جه نام على التبن مع ان هو ايه؟ هو حبه الحنطه. طب هو حبه الحنطه عشان يحول التبن الى حبات حنطه، واحنا في ايه بتقول عننا ان احنا حبات حنطه؟ حد فيكم يعرف ايه بتقول عننا ان احنا حبات حنطه؟ مفيش. لا فيه بطرس، الشيطان طلب ان يغربلكم كما يغربل حبه الحنطه، وانا طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. يبقى حبه الحنطه هي القديسين واللي هم تحولوا، وقال عنها بولس وضحها ان نحن المؤمنين خبز واحد رغيف واحد، لاننا نشترك في الخبز الواحد. يا احبائي نشترك في الخبز الواحد. بيت لحم هي مسقط نعمة، وبيت لحم هي اللي فيها جت رعوس واتجوزت بوعز وخلفت عبيد، وعبيد يا احبائي خلف يسى، ويسى يا احبائي خلف داود، فداود هو ايه؟ هو ابن يسى. بس شوفوا الجمال بتاع التدقيق في النبوة. في أشعياء 11 يقول ايه؟ يخرج قضيب من جذع يسى. طب هو المسيح ده ابن مين؟ مش ابن داود؟ طب ليه ما قالش يخرج قضيب من جذع داود؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طب ليه يا روح الله بتقول يخرج قضيب من جذع يسى؟ اصل الابن ما خلفش ولا ولد من اولاده في بيت لحم، هو اتولد في بيت لحم، لكن اولاده من اخي نوعه ومن بيتشايب اتولدوا ببريه يهوذا، وباقي اولاده اتولدوا في اورشليم. فلو قال يخرج قضيب من جذع داود يبقى المسيح يتولد فين؟ في بيت، في بيت لحم؟ لا، في اورشليم. لكن لما يقول من جذع يسى يعني المكان اللي يسى خلف منه هيجي المسيح يتولد فيه. اتهدت الافران، اتبنت المدينه، وبعد ما اتبنت المدينه بيت يسى اتحول لفندق. الايام بتغير وتغير البيوت، اتحول لفندق، والفندق ده بيجوا فيه النزلاء. ولما راح يوسف ومريم وهي جالها الطلق وعايزه تولد وهتولد في الشارع، ما لقوش ولا مكان في الفندق، ما لقوش ولا مكان. بس الفندق فيه تحت زي الجراج، الفنادق دلوقتي بيعملوا فيها ايه؟ جراج. بس الجراج احنا بنحط فيها ايه؟ العربيه. لا، ده جراج يحطوا فيها النزلاء، واحد جايب حماره يحطه تحت، واحد جايب عجل ولا غنم يبيعه يحطه تحت، فجراج للنزلاء. ودخل واتولد المسيح في ازواج البقر، وتمت نبوه اشعياء. نبوة أشعياء البقرة عن مزود من اليمين، والحمار بتاع يوسف عن مزود من الشمال، ويسوع التبن وسطاني. وعجبي عجبي على أشعياء لما يقول التور يعرف قنيه، التور يعرف قنيه اللي بيغذيه علشان يذبحه، بيغذيه عشان يذبحه.
والحمار يعرف معلب صاحبه اللي هو بيديله العلوفة في حينها، وهو عارف ان هيشيله الاحمال والاسقاط. ضرابي باللي اكله هيذبحه، وضرابي باللي شيله وهيأكله، وخبز الحياة اتولد وسطاني ومش هيذبحنا ده هيندبح عشاننا، ومش هيشيلنا الأحمال والأثقال ده هيشيل خطايانا ويشيل أسامنا يا أحبائي. ولكن أما شعبي فلم يعرفني. بالصورة يا أحبائي اللي نقدر نشوفها في الحتة الأولى. المحطة الثانية جبل الجلجثة. كلمة جلجثة كلمة عبرية معناها جمجمة، وباليونانية اسمها إقرانيون. كلمة إقرانيون يعني جمجمة، كلمة إقرانيون يعني جمجمة، كلمة جلجثة يعني جمجمة. طب ليه هذا المكان سمي؟ ده بيقول عليكم ملائكة، صدقوني بيقول عليكم ملائكة، فخليكم ملائكة نورانيين مش ملائكة ساقطين. ماشي؟ لا مش عايز اسمع تاني كده. فهنا لما نيجي نروح تلة الجمجمة، ليه سميت جمجمة وليه هذا المكان؟ لأن الجمجمة هي بيت العقل والمخ بتاع الإنسان، ومخ الإنسان شمال، مخ الإنسان ماشي غلط. عشان كده يقول لك على فكرك لا تعتمد، على فكرك لا تعتمد، ما تعتمدش على فكرك لكن اعتمد على فكره. وكبعد السماء عن الأرض أفكار الله عن بني البشر. وهناك في تلة الجلجثة صلب المسيح وقدم بين أسماء. مع العلم ليه سماه في الترجمة حقول الوعي؟ هي موضع الغاب وسموها حقول الوعي. موضع الغاب لأن أحاطوا به وحوش، الغابة مليانة إيه؟ مليانة وحوش، مليانة وحوش. يعني مثلا لو رحنا للمزمور 22 بتاع إلهي إلهي لماذا تركتني، ماذا يقول يسوع؟ بيقول للآب أما أنت يا رب فلا تبعد عني. ليه بيقول له لا تبعد عني؟ لأن عارف أن تلاميذه هيتخلوا عنه، تتركونني وحدي ولست وحدي لأن الآب معي. فبيقول له أما أنت يا رب فلا تبعد عني، يا قوتي اسرع الى نصرتي. انصرني، انصرك من ايه؟ انقذني من السيف، انقذ من السيف نفسي. ايه هو السيف؟ ان الاب قد سر ان يسحقه بالحزن. لما تروح لسفر زكريا تلاقيه استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي. استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي. يبقى هنا لما بيجي يقول بيوضح لنا السيف يعني العدل. والعدل مين اللي قام بيه؟ العدل موجود في الشريعة. ومين اللي بينفذ الشريعة؟ الكهنة. والكهنة ماذا قالوا عن يسوع؟ قالوا لو لم يكن هذا فاعل اسم لما سلمناه إليك. في المحاكمة، في المحاكمة، لو لم يكن هذا فاعل اسم لما سلمناه إليك. يا الكلام اللي بيقولوه صح ولا غلط؟ صح 100%، لأن هو قبل إن ياخد مكاننا
واحنا كلنا صناع الاسم رغم ان هو بلا خطيه. بيلاطس كمدافع ما في محامي، وفي النيابه، النيابه ضد المتهم والمحامي مع المتهم. النيابه اللي هم الكهنه والشريعه، لو لم يكن هذا فعل اثم، وبيلاطس يقول لم اجد عله في هذا البار، ما وجدتش فيه عله يا احبائي، ما وجدتش فيه عله. بدا من المزود في وسط الحيوانات على التب، انتهى المحطه الثانيه عند ايه؟ عند تله الجلجثه، ويقول له انقذ من السيف نفسي اي الشريعه، ومن يد الكلب وحيدتي. مين هو الكلب؟ الرومان، اليهود بيعتبروا ان الرومان ايه؟ كلاب نجسين، ولغايه دلوقتي على فكره اليهود بيعتبروا ان كل العالم كلاب. في التلمود بتاعهم مكتوب خلق الله اسرائيل لعبادته، خراف لعبادته، وخلق الامم كلها كلاب لخدمه اسرائيل. ده التلمود بتاعهم. المسيح يسوع حب بيحطم الحته دي، قال لهم انتوا مش بتقولوا خراف؟ خراف ضاله. لما اتي الى خراف ايه؟ بتسأل. والخروف لما يضل ما يعرفش ايه؟ يرجع، لكن الكلب يعرف ايه؟ يعرف يرجع. عشان كده عند المرأة الكنعانية، ولما قال لم أرسل إلا إلى خرابة إسرائيل الضالة، حب يوريهم أدي الست اللي بتبص لها كلبة. ليس جيد أن يؤخذ خبز البنين ويطرح ليه؟ هو ما يقصدش كده، هو يقصد يكسفهم. ماذا قالت الست؟ نعم. عارف يعني نعم؟ يعني يس. يعني كلامك مظبوط. إحنا كلاب، بس لينا حق عندك. الكلاب بتاكل من الفتفات اللي نازل، احنا عايزين فتفات من ايدك تسوي الحوايج. الله عظيم ايمانك، ده الايمان العظيم الوادع يا احبائي. يبقى من يد الكلب وحيدتي خلصني من فم الاسد. الايه اللي بعديها اللي هو مين؟ الشيطان. ما اتحد اليهود مع الرومان مع الشيطان من خم الاسد، ومن قرون بقر الوحش الموت نفسه. استجب لي قرون بقر الوحش، استجب لي. ده اللي طلبه ولم يستجاب لي في واحده من الاربعه، لدرجه رجع تاني وقال صرخوا اليك ابائنا فنجيتهم، اما انا فدودة لا إنسان. يعني صرخت ومحدش سمعني. في بيت لح كان في وسط الحيوانات على التل، وعند الصليب كان دودة لا إنسان، نزل أكتر من التنازل. طب إيه المطلوب مننا؟ لندخل إلى مساكنه. ده جبل المريا، جبل الحب، اللي ربنا حب يعلم ابراهيم يعني ايه غلاوه الابن. لما قال له خد ابنك وخلاه يمشي 3 ايام، لو تعرفوا قلب ابراهيم كان بيتقطع قد ايه في ال3 ايام. قلب حناي، عشان تعرف الكلفه اللي انا هدفعها. وكل ما يجي عند جبل يقول له مش هو ده، مش هو ده، مش هو ده، لغايه ما وصل للجبل ده. واشمعنى الجبل ده المريا مع انه قصير، جبل قصير. حتى في مزمور يقول له لماذا ايتها الجبال المصنمه المرتفعه ترصدنا الجبل الذي اختاره الراه؟ اختار الجبل القصير ده. قال له اصل انا ما عنديش غير خروف واحد، ابن الحبيب. انت جاي تذبح لي اغلى ما عندك، انا هفدهولك باغلى ما عندي. ده جبل مريا. ندخل الى مساكنه، 3 مساكن. في المسكن الاول عند مذبح المحرقه نجد النار تاكل الذبيحه بدلا منا، اخذ الذي لنا واعطانا الذي له، فهذا هو الايمان. بعديها المرحضه نتعمد، لان من امن واعتمد خلص. ده المسكن الاول، نضمن الخلاص.
ندخل للمسكن الثاني الشركة القدس، ونجد هناك ثلاثة أشياء: مذبح الذهب التسبيح بس ليه جناحين، المنارة كلمة ربنا، ومائدة خبز الوجوه سر التناول. فبالتناول وبكلمة الله التي تلهب قلوبنا والتناول الذي يفتح أعيننا نرى حجاب الهيكل قد انشق ويظهر لينا كرسي الرحمة اللي هو تابوت العهد، وجود الله في وسطنا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المحطة الرابعة لنسجد عند موضع قدميه، ده جبل الزيتون. جبل الزيتون يا أحبائي، مش عايز أطول عليكم عشان الوقت عشان القداس. جبل الزيتون سمي جبل الزيتون لأنه مليان بشجر الزيتون، وفي معصرة، المعصرة باللغة العبرية اسمها ايه؟ جت. وزيتون باللغة العبرية ماني، جسي ماني أو جت ماني، يعني معصرة الزيتون، معصرة الزيتون. وهو لما راح عشان يتقبض عليه راح خد تلاميذه وراح فين؟ طلع في جبل الزيتون وراح في منطقة جت ماني، وهناك ابتعد عنهم نحو رمية حجر. اشمعنى رمية حجر؟ اصل جت دي اتولد فيها جليات الجتي، جليات الجتي اتولد في جت ماني، وداود قتلوا بايه؟ قتلوا بحجر. ويسوع عايز يقول انا بعدت نحو رمية حجر، يعني انا هو الحجر اللي رفضوا البناؤون اللي هسحب جليات الحقيقي اللي هو الشيطان ود نصرة من على هذا الجبل. يسوع اشبع الجموع من على هذا الجبل. يسوع ادى خطاب العرش بتاع متى 5:6-7 من على هذا الجبل. يا احبائي داود اللي هو بيقول اذكر داود وكل ذله، هرب من ابنه شاول وطلع جبل الزيتون حاف القدمين شيد التراب على راسه وهو بيبكي. بتبكي ليه يا داود؟ انا اصلها وليه مش قادر احكي وجعت الحد. انا كنت بشكي من شاول واشكي من غيره، لكن لما اقول لحد ابشالوم عايز يقتلني يقول ما ابنك، انت اللي ربيته، انت اللي تستاهل. وجاء المسيح واخذ الذل كله، ومن على هذا الجبل قبض عليه ومارس المرحلة كلها بتاعت الآلام. على هذا الجبل صعد يسوع ومكان رجليه موطا قدميه اللي صعد منه هيجي علشان يدين العالم. تقول لي جبتها منين؟ من زكريا. يأتي الرب ويحارب تلك الأمم، زكريا 14:4، يأتي الرب ويحارب تلك الأمم وتقف قدماه على جبل الزيتون وينشق الجبل إلى الشمال واليمين اللي هو وادي يهوشافاط اللي هيدين فيه العالم. دي الأربع محطات بتاعة وليد المزود. يا وليد المزود أعطي لشعبك في الكنيسة نعمة وبركة، أعطي لبلادنا نعمة وبركة، وحكم رئيس جمهوريتنا وحكم الحكومة لكي نعيش في سلام جميعا. أعطينا أن نصرخ إليك دايما ونقول لك لك مجدا في الأعالي، وعلى جبل الجرجسة حل السلام، وبالروح القدس في قلوبنا المسرة له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.